انا مره حضرت مناقشه بين جوارديولا وزلاتان ابراهيموفيتش. بالصدفه كنا معسكرين في لندن وكانت في بطوله فيها احنا وبرشلونه وسلتك اتلتيك اسكتلندي وفرقه رابعه، وكان حسين كان بيلعب معاه في اهلي قطر، فشافه كانه شاف حاجه كبيره جدا. محمدي فكان ساله على زلطان، طبعا ده لعيب كبير وهيلعب، فجوارديولا قال له ما فيش حد هيلعب الا اذا كان يستحق يلعب. وفعلا حصلت مشاكل بعد كده معاه وملعبش ومشي. وكان جاي اسم كبير جدا، ما فيش مدير فني كبير. حسين ياسر ما فيش مدير فني كبير يوقت حد، حتى مستر مانو اللي كنا بنجيب لعيبه كتير اول حاجه يقولها له انت مش حاجز مكانك.